دكتور حامد، عايزين نرجع تاني لموضوع العمود الفقري والمشاكل العظام اللي دايما بنواجهها، بالذات مع الاشخاص اللي بيعانوا مثلا ان هم بيقعدوا في الشغل فتره طويله، بيقعدوا على مكاتب فبرضه بيبقى عرضه لمشاكل العظام، وبيقعدوا فترات طويله في الشغل على مكتب فما بيبقوش في حركه، ما بيلعبوش رياضه، والوقت بياخدهم. حتى في وقت الاجازه بتقول لك لا انا ممكن اخلص شغل البيت اخلص، ده بالنسبه للسيده. للراجل يقول لك لا ده انا بخلص مشاوير، ما بصدق ان يوم الاجازه يجي اخلص مشاويري، وبيشتغلوا في عدم حركه، ما بيفضلوا قاعدين فتره طويله في المكاتب، فده برضو بيسبب لهم مشاكل في العظام. اكيد العمود الفقري ده من المشاكل اللي هي متواجده في مصر اكتر من اماكن كتير. ليه بقى؟ لعده اسباب. العمود الفقري ده لو تشوفيه عباره عن عمود طولي عباره عن فقرات مرصوصه على بعضها وبينها غضاريف بتمتص الصدمات بتاعته. تخيل العمود الرفيع ده شايل الجسم بتاعنا ده كله. تمام. الجسم بقى لو زاد بالظبط، البطن زادت، الانسان تخن، الوضع ده كله، العمود الفقري كل ماده يا عيني هيتحمل، زي العمود الالمونيا اللي انت بتزودي عليه الحمل يقوم يتني ويتعب. طبعا هو بتبتدي الاول بالام بسيطه، وبعدين تبدا المفاصل الصغيره بتاعته تتاثر، فتبدا فيها احتكاكات، هيبدا المريض ايه يحس ان يعمل حركه، يقول ظهري قفش مني، دي القفشه في المفاصل الصغيره. بعد كده تفضل الالم بقى تبقى اصعب، مش عارف يوطي، مش عارف يشيل حاجه، اما يقعد على كرسي في المكتب يتعب، لو هو عامل وبيشتغل شغل يدوي وكده ما بيقدرش يكمل ربع ساعه نص ساعه، ويحس بالام شديده. للاسف في بعض العادات الخاطئه المتواجده عندنا كمصريين من عدم ممارسه الرياضه، مع بالزبط. ناس كتيرة بتتحجج بتقول ما فيش مكان، في كل الأماكن متواجدة. إن أنت تكفي يكتفي إن أنت تمشي في الشارع جداً. يعني بالظبط. الشوارع عندنا كبيرة، كبيرة وطويلة، في أرصفة طويلة جدا ممكن الإنسان يمشي فيها ويجري فيها أو يتحرك. في عندنا نوادي كتيرة جدا في مصر، بالظبط، ومستوعبة الناس كلها، في ساحات شعبية، في أماكن كتيرة جدا. الناس هي اللي كسولة، بيشتغل يروح البيت يتعشى وينام يتخن، وهكذا مع الوقت، وهكذا وهكذا. المرأة برضو المصرية مشكلتها انها للأسف بعد ما بتتجوز بتخلف، خلاص بقى بتخلف، احنا بنقول لها شكرا وبنحييها، لكن بتنسى نفسها للأسف وتسيب جسمها يتلخبط. بالظبط. على عكس المرأة الأجنبية بتشتغل بسرعة جسما على جسمها، لأن عارفة ان ده جزء من حياتها العملية اللي مش هتقدر تقاوم ولا تقوم بيه إلا كده. للأسف المرأة بيزيد عليها المشكلة دي والتخن والعمود، تصل لدرجات ان حتى العمليات مش هتحل المشكله. بالظبط. بتبقى العمليه حتى لو اتعملت في جسم تخين وكده النتائج فيها غير جيده خالص يعني. فانا بنصح الناس الرفع قللوا من وزنكم، مارسوا رياضه، خلوا تكوينكم العضلي البطن والظهر يكونوا جامدين، العضلات بتاعت الساق اليمنى واليسرى والايدين تكون قويه. هتقاوم حاجات كتيرة جدا انت في غنى عنها، انك تدخل بالظبط ان انت تخش في مواويل بقى العظام والفقرات والمفاصل والهشاشة والكلام ده كله. طب معانا اتصال تليفوني استاذة روجينا. الو، ممكن اكلم الدكتور لو سمحتي؟ الدكتور سامح حضرتك يا فندم، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي 70 سنة وعندي خشونة من الدرجة الثالثة، وانا كذا مرة خدت جميع انواع الادوية بتاعت الخشونة ما جابتش اي نتيجة، من اقوى نوع لاضعف نوع، والدكاتره اجمعوا ان لازم عليه تغيير مفصل، وانا نشيطه جدا وفي بيتي بقوم بواجباتي مع ولادي وكده في كل حاجه، بس الام رهيبه طبعا، وباخد مسكنات وخايفه على الكلى. هل انت عندك خشونه فين؟ في الركبه؟ خشونه نعم؟ فين؟ خشونه فين بتقولي حضرتك؟ مفصل الركبه. الركبه الاثنين ولا واحد؟ من الدرجه الثالثه. سكر، ضغط قلب عندك؟ عندي ضغط بس. عندك ضغط؟ حاضر، اكلم حضرتك. حد قال لك مفصل صناعي ولا حاجه؟ نعم، في حد عظام شافك قال لك مفصل صناعي؟ ايوه، قال لي مفصل صناعي، لازم نغير الركبتين مفصل. وانا خايفه يا دكتور لحتى نعجز او العمليه تفشل، وانا وزنك بدل تخين، ما انا بمشي بعرج ممكن ما اتحركش وانا عندي بيت واولاد. انت تخينه ولا معقوله؟ الدكتور بيسال حضرتك تخينه. نعم. ولا كويسه؟ طولي 150 وزني 70. طب كويس، انت كويس شاطر. انا بحافظ شويه برضه. حاضر، هكلمك. طب حاضر، الف سلامه لحضرتك يا استاذه روجينا، والدكتور هيجاوب حضرتك. طبعا بص، الركبه المفصل الثاني اللي بيجي لنا تقريبا 50% من المرضى جايين يشتكوا من مفصل الركبه. بالظبط.
اكترهم 80% منهم ستات زي ما اتكلمنا من شويه، عشان طبعا ما بيمارسوش رياضه، عدم ممارسه الرياضه، عدم تواجد عضلات تحمل مفصل، الاربطه نفسها متوزعه بشكل مش مظبوط عن الانسان الرياضي او الحركي او كده. بالظبط. للاسف برضو احنا عندنا عادات في المصريين ان احنا نسكت، يعني نهمل، يجي لنا شويه الام ونطنش، او نقعد ناخد مسكنات، او ناخد ادويه، او ناخد نعمل شويه مراهم. بيتر سيك ميديكال ادفايس، روح لدكتور عظام. بالظبط. عشان يشوف الموضوع، لو من بدايته ممكن تكون الحلول ابسط. انما تصل مرحله، انك تصل مرحله درجه 2 ولا 3 ولا 4 من درجه الخشونه، ويبقى الحلول خلاص ما عادش غير مفصل صناعي، ده برضو يعني انت دخلت نفسك في حاجه صعبه. انا بقول لها يعني حتى لو درجه الخشونه 3 او 4، عمليات المفصل الصناعي عمليات ناجحه جدا، ومفصل الركبه تفوق على مفصل الحوض في النجاح. يعني حتى كان في بدايه السبعينات او الثمانينات او التسعينات، مفصل الركبه كعمليه تغيير المفصل الصناعي عمليه ما كانتش لسه، كانت مرتبطه شويه ببعض المخاطر. حصل تكنولوجي عالي جدا لدرجه ان عمليه تغيير المفصل بتاع الركبه دلوقتي من العمليات السهله جدا جدا، واللي بتدي نتائج عاليه جدا. فما تخافيش، انت وزنك معقول، ممكن تخس شويه كمان وتتروحي عند جراح مفاصل شاطر هيعمل لك المفصل، وما تقلقيش بدل ما بتتألمي. الا اذا لو الالم المتواجد عندك معقول وماشيه الامور، وان بتاخدي مسكنات خفيفه، وهي قالت 70 سنه او 50 70 سنه، ما شاء الله. يعني لو عندك تاخدي مسكنات خفيفه وتعيشي بقيه عمرك على الوضع ده، على الوضع والدنيا ماشيه وبتقضي النورمال ليفنج اكتيفيتي بتاعتك، تقدر تمارس رياضه يا دكتور في السن دوت، وتلعب حاجات في البيت خفيفه بحيث انها تقوي المفصل، ولا لا ده ممكن يبقى له تاثير سلبي عليها؟ لا ممكن، يعني ساعات في مرضى كثيره جدا يجي يقول لي معقوله يا دكتور انا عندي درجه الخشونه دي وعاوز نمشي رياضه او امشي؟ بالظبط. انا عاوزك تتحرك وتزود المشي، وده كنا بنشتغل عليها واحنا في المشي المانيا. مش طلوع السلم، لا طلوع السلم وحش، والقعده وحشه والوقفه وحشه، لكن بالزبط. المشي انك تعود نفسك على درجات معينه من المشي وتزود الجرعه دي كل شويه، يعني كل ربع ساعه الاول وبعدين تلت ساعه وبعدين نص ساعه وهكذا. ده انت بتعود نفسك بدنيا ان انت تتحمل الاوجاع بشكل تاني، فتيجي تبص تلاقي نفسك مثلا لما تشتغل نص ساعه مش تعبان. لو زودت برضو جرعة الرياضة بتاعتك وكده اشتغلت لمدة ساعة مش تعبان. فأنت ممكن نفسك تغير شكل حياتك نفسها بالطريقة دي، ما تستسلمش. لو أنت فعلا درجة الخشونة عالية مش قادرة تتحمل الألم، أو الأدوية مش قادرة تاخديها مأثرة لك على طبعا. المعدة مأثرة لك على أي حاجة، روح الدكتور بتاع عظام شاطر في المفاصل يعمل لك، وكتير منهم كتير جدا شاطرين يعملوا لك المفصل، وعملية ناجحة جدا.